حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح نحكي بها عن قرارات عادل عبد المهدي اللي يمتلك سلطة القائد العام للقوات المسلحة وتمرد اللواء 30 التابع إلى الحشد الشعبي اللي قوده وعد القدو واللي هو من المفترض أن يكون يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة والتمرد اللي دا يقوده في سهل نينوى وقطع الطرق ورفضه لأي قرار رسمي. تابعونا بعد الفاصل. حركة السلاح والسلاح يكون مربوط بمجمله من الدولة وكل النشاطات ليس فقط السلاح المقرات وبدأنا بالتنفيذ. صدور قرار من القائد العام للقوات المسلحة بسحب عناصر الحشد من السيطرات الرئيسية بسهل نينوى. لم أتوقع بأن تصدر عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية تجاهي تحديداً باعتبار ما قدمناه للشعب العراقي. قلنا لكم عمي لا توقفون قبالنا. بويا هنا البطل بويا. بويا وشوف الفوق. كل من يقول لك الحشد ينحل لا تصدقه حتى لو رئيس الوزراء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. قضية اليوم هي اللواء 30 التابع لميليشيات الحشد الشعبي اللي من المفترض انه تأتمر بأوامر القائد العام، لكن بالبرومو اخر كلمة طلع بها ابو مهدي المهندس يقول كل من يقول لك انه الحشد ينحل لا صدق به حتى لو كان رئيس وزراء. السؤال هنا لعل شنو قيمة وجود منصب رئاسي وزراء بالعراق اذا رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ما يقدر يصدر اي قرار؟ لا يقدر يدمج الحشد بالجيش لأنه أنتم ما تردون هذا الشيء وترفضون، وتطلع لنا فصائل مسلحة تابعة إلى أحزاب تقول إحنا متابعين لميليشيات الحشد الشعبي إحنا نرفض هكذا قرارات. إجا صدر قرار بأن تسلم مفارز الميليشيا اللواء 30 أو مفارز اللواء 30 تابعة لميليشيات الحشد أماكنها إلى قوات تجي من بغداد أو تجي من مكان آخر للسيطرة على الوضع الأمني بتيجي المنطقة، تجي هذه الميليشيا أو هذا اللواء يرفض، علما أنه لواء 30 يقوده وعد القدو. وعد القدو أخو حنين القدو اللي كان نائب البرلمان واللي حاليا في محافظة دهوك بمنصب إداري واللي هو يعرف القوانين ويعرف أنه أكو شيء ديسري بالعراق، وهو وقع على هاي العملية وهو جزء من عدها. وعد القد هو واحد من الأربعة اللي صدرت الخزانة الأمريكية قرارات بالعقوبات عليهم نتيجة عمليات فساد وانتهاكات حقوق إنسان، اللي هم أبو مازن أحمد عبد الجبوري ووعد القد وريان الكلداني، إضافة إلى نوفل العقوب محافظ نينوى السابق. لكن اليوم اللي دا يصير بالعراق اللي هو شيء ما شايفه بأي دولة، عضو مجلس قضاء الحمدانية عن الشبك سعيد البري يرفض إخراج اللواء 30 التابعة لميليشيات الحشد من مناطق سهل نينوى. يعني ما أعرف أنه إذا أكو قرار للقائد العام للقوات المسلحة يجون السياسيين شلون يعني يكبرون راس واحد تمرد أو عصى أمر عسكري أو سوى شيء. يعني السؤال أنه اللي لازم نطرحه، هل هذا الشيء اللي دا يصير من قبل وعد القدو واللي العسكريين أو العناصر التابعين إليه معروف بالسياقات العسكرية، معروف بتعامل الجيوش بالعالم وبالعراق وبغير العراق؟ يعني هل معروف أنه تشكيل عسكري يتبع مكتب القائد العام للقوات المسلحة يهاجم تشكيل آخر هم يتبع مكتب القائد العام للقوات المسلحة؟ وهل يعقل أنه يتمرد عسكري على أوامر القائد العام للقوات المسلحة؟
وين 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 القوانين العسكرية، وين العقيدة، وين الأمور كلها، وينها؟ تكلمت عن عقيدة عسكرية مو عقيدة ثانية. أكو ضوابط عسكرية من المفترض إذا هم يقولون أنه إحنا نتبع القائد العام للقوات المسلحة يجب أن تسري عليهم وعلى غيرهم حالهم حال الجميع. لكن اللي دا يحصل بالعراق أنه أكو مكون يقول أنا السلطة، يحاول يسمي نفسه حكومة بس ما دا يقدر يسيطر على أي شيء، خصوصا الميليشيات. بل الميليشيات هي المسيطرة على الحكومة. لما يطلع أبو مهدي المهندس ويقول لا تصدق أن الحشد ينحل حتى لو كان رئيس وزراء، يعني هو أعلى من رئيس الوزراء. القوات اللي جت اللي دا تستلم مهام الأمنية في نينوى من اللواء 30 اللي قوده وعد القدو، جت بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة، وهو نفس المرجعية اللي أمرت بإخلاء اللواء 30 المواقع العسكرية. السؤال هنا، اتمرد اللواء 30، عصى الأوامر العسكرية ورفض تسليم مواقع العسكرية، وواجه القوة اللي جت تستلم مكانه. نريد نعرف هو المن يحتكم، منو مرجعيته حتى نعرف هذا الشيء. انت تابع الى المكتب العام، المكتب القائد العام للقوات المسلحة، لو تتبع مكان ثاني، لو عندك اوامر ثانية. السؤال الاهم، اذا كان عادل عبد المهدي رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ما يقدر يحرك فصيل، شلون راح يواجه الحشد الشعبي ويطلب نزع سلاحه ويطلب دمجه ويا الجيش مثل ما سمعنا بهوايه وعود طلعت؟ والمفارقه الاكبر انه زعماء الميليشيات وقفوا ويا قائد فصيل اللواء 30 ضد قرار القائد العام للقوات المسلحه. ابو زكريا من كركوك، حياك الله. الله يحفظك من ياسد وظل اسد على عراقين ان شاء الله. يحفظك الله، اني اسد للحق ان شاء الله اذا الله خلاني. طيب والله العظيم، شوف رئيس وزراء شكوره يخاف من اللواء، اللواء ما يقدر يجابه، حز الايراني نفسه، والله نفس الايراني بالقران، والله العظيم ابن اسد. والله لا عندنا حكومه، لا عندنا دين، لا عندنا ايمان، ولا عندنا مرجعيه. ابو زكريا سؤال، أبو زكريا سؤال، أذكر في مرة من المرات اتصلت بالقناة وقلت أنه أنت حضرت كنت ضابط في الجيش، صحيح؟ أنا صحيح عميد ركن متقاعد، بس قطعوا راسي وأنا عمري 22 سنة، قلت ما أستلم من دولة العراقية لأنه حاربت الإيران. والله العظيم إني أبو زكريا، جزء من معاناة العراقيين هي رواتب تقاعدية وعدم الإنصاف، ما تسمي نفسها حكومة أو السلطة في العراق، المتقاعدين العراقيين. لكن أبو زكريا سؤالي هنا، أنه عادل عبد المهدي يقول أنا القائد العام للقوات المسلحة، واللواء 30 يقول أنا تابع إلى الميليشيا، والميليشيا تقول إحنا تابعين إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة. شلون قدر قائد اللواء 30 وعد القدو أن يعصي أمر عسكري؟ صحيح. عادل عبد المهدي طرطور بيد الإيران، تفرنج بيد الإيران، يعني لواء حشد، يعني كسر قرار رئيس الوزراء ورئيس الحكومة العراقية، هذا لأنه رجال طرطور مثل شطرنج يتلعبون بيه الإيرانيين وقادم الزماني، يعني حزن هذول الحزن الكبرى اليهوديين، يعني بارحة قطعوا الطريق على الأربيل وما خلوا الفقراء يعبرون ولا سيارات، وحرقوا الدنيا. هم ما بيهم 5000 واحد من الحشد، قلبوا الدنيا على عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي كل شيء ماكو بيده، طرطور بيد الايرانيين واليهود والفرس. شكرا 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 لك أبو زكريا. يعني التساؤلات كثيرة بهذا الموضوع، لكن هي أهم التساؤلات أنه هذه الميليشيا أو هذا اللواء بالتحديد اللي هو لواء 30 بقيادة وعد القدو، المن يؤتمر، من اللي أمره،
منه اللي دا يطيس السند القانوني لما يطلع قيس الخزعلي ويقول نحن نرفض قرار عادل عبد المهدي. يعني إذا نجي على الوضع بشكل عام، أنتوا لما شكلتوا ميليشيات الحشد الشعبي وصدرتوا لها قانون أنه تتبع تشكيلات الجيش وتكون فصيل من فصائل الجيش هنا أو تدمج مع الجيش، وقلتوا أنه إحنا تابعين إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة، هل من المعقول أنه ترفض أوامر عسكرية؟ هنا السؤال الأهم، وشلون قدر يرفض هذا الأمر؟ ومنه اللي سند وعد القدو لرفض هذا الأمر؟ هذني الأسئلة الثلاثة الأهم اللي واحد لازم يدور لهم إجابات. مصطفى من مصر، حياك الله يا مصطفى. أيوة، السلام عليكم أستاذ أسد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أحيي حضرتك وأحيي العلماء والأساتذة، ونحيي العم أبو زكريا الضابط العراقي الوطني البطل. الله يكرمك يا أبو العروبة يا شامخ يلي رفع رأسنا دايما. أما سيدي بالنسبة للمتمردين، المتمردين على السلطة والقوانين والشرائع والأديان، ده شيء متوقع، شيء متوقع من 16 سنة وكم شهر وكم يوم، عارفين إن اليوم الأسود، إن اليوم الأسود اللي هيجي بالنظام الإيراني المجرم إن يعمل كده في أوطاننا وفي عراق العزة والشرف. قول يا سيدي، لا يؤمنوا بفكرة الدولة ولا يؤمنوا بالقوانين ولا بالشرائع، هو عنده ولي أمره تاجر الدين، تاجر الدين اللي بيدعو للفتن وللقتل ويعيش تحت وطن الاحتلال، هو ده وطن. إنما ما ينتميش للوطن يا سيدي ولا ينتموا للشعب، دول خارجين على القوانين والشرائع. ويجب علينا كدول عربية وشعوب محبة للسلام والأوطانها إن إحنا نطالبوا حتى حكوماتنا واللي يمثلنا يا عمي بقتل العلاقات الدبلوماسية معاهم، عار عار علينا وعلى كرامتنا وعلى إنسانيتنا، أو تبادل دبلوماسي بين عصابات، عصابات لا تؤمن لا بشرع ولا بقوانين ولا بحرمات ولا بأديان ولا بدم بشر ولا عندهم وطن ولا انتماءات لوطن، فأنا عقل وفأنا منطق. فالسيد عادل عبد المهدي لا حول لي ولا قوة، خطية. هو فين حد؟ هتسأله هيقول لك أنا كنت هنا أنا جيت مني، مش عارف حاجة. راجل القدر جابه وحطه في مكان ما هوش عارف يعمل إيه. سلطة الميليشيات والعصابات أقوى من سلطة الدولة، أقوى من القوانين، وده نتيجة السكوت على الجرائم، بإن مفيش حد يتحاكم ولا يتحاسب على ملايين الشهداء ونهب الوطن واحتلاله وتدميره. يا سيدي لازم الدول العربية كلها موقف، يا عم إحنا مش هنفضلوا قاعدين في بيوتنا لما يموتوا، لما نموتوا. هم النهاردة بيهددوا، بقول لك التواريخ الإيرانية والبوايج الإيرانية على وشوك البحر الأبيض المتوسط، يعني إيه مصر مثلا؟ مصر جاهزة لكم، والله لا تشيلوا السلاح في وجوهكم يا أخوانا وانتحروا أوطاننا منكم، بس حكوماتنا لو تسلحنا وتدينا شرعية ويقضونا ضباطنا والله ما تاخدوا 48 ساعة مع الدول العربية، لو كل دولة هتطلع 100,000 مقاتل هنهزموكم في إيران وفي أصفهان نفسها، وإن شاء الله هينتصر عليكم العراق وعلى العصابات وعلى الميليشيات وعلى التنظيمات وهيتحرر قريبا بقدرة الله عز وجل. وأنا أشكر حضرتك. شكرا، شكرا لك اخ مصطفى السيد من مصر. اكو اراء طلعت من بعض السياسيين بما يخص ما حصل في سهل نينوى من وعد القدو ولواء 30 اللي هو يقوده. اول واحد سالم الشبك او سالم شبك قال انه الفوضى اللي تصير بسهل نينوى اللي واقف وراها هو وعد القدو. خلونا نسمع ايش قال. قادات الحشد الشعبي، ما جرى اليوم وما يجري طبعا في المستقبل من كوارث في سهل نينوى، لأن هؤلاء لا يحترمون قرارات ومجلس الوزراء، فأنا أعتقد بأن هذا مؤشر خطير. وأنا أشير طبعا بالاسم السيد وعد القدو، هو المسبب الحقيقي والمحرك الحقيقي لهذه المشاكل التي تحدث في سهل نينوى، لبقائه في سهل نينوى، لأخذ الأتاوات من السيطرات، وكذلك للسيطرة على هذه المنطقة. والرأي الثاني اللي طلع به جوزيف صليوة قال انه اللي دا يصير هناك هو تمرد على الدولة، فضلا عن يعني اكو مؤشرات تدل على ان الحادث مرتبط باجندات خارجية. خلونا نسمع اللي قاله. حدث في الآونة الأخيرة من قبل فصيل عسكري يفترض ان يؤتمر بأمرة القائد العام القوات المسلحة، يأخذ رواتبه من الموازنة العراقية ويتسلح من السلاح العراقي وتجهيزات عراقية، ولكن على ما يبدو
يعني لا أتردد القول بأنه يبدو ينفذ أجندات خارجية إقليمية، وهذه حالة خطيرة جدا ولا يمكن القبول بها. يعني نواب اثنين طلعوا يقولون أنه اللي يصير هو حالة خطيرة جدا. الأول يقول هو عبارة عن أمور شخصية، رفض أوامر رئيس الوزراء من قبل وعد القدو هو للبقاء متسلطا على أهالي سهل نينوى حتى يظل ينتزع منهم إتاوات، بالعربي نسميها خاوات، والسيطرة على المنطقة. أما جوزيف صلاوة راح إلى أبعد من ذلك، يقول هو تمرد عسكري، وهي هم سابقة خطيرة، لأنه وعد القدو ينفذ أجندات خارجية إقليمية. السؤال هنا إذا كان المكتب العام للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة ما عنده سيطرة على فصيل من فصائل صنف من صنوف الجيش العراقي، فما بالك بالبقية؟ من كان حيدر العبادي رئيس وزراء؟ الحشد منع حيدر العبادي وسليم الجبوري من دخول محافظة نينوى، دخول محافظة ديالى، ومن اجى عادل عبد المهدي فصيل من فصائل الحشد يرفض أوامر عسكرية ويرفض الانسحاب وتسليمه قطع، تسليم يعني مهامة إلى قطعة من قطعات الحشد الأخرى. تنقلات العسكرية في كافة جيوش العالم موجودة، لكن اللي ما سمعنا عليه واللي أريد الناس واللي يتصلون إذا عندهم خبرة بهذا الموضوع، رفض الأوامر العسكرية ألا تعد خيانة للبلد وللدولة فكيف باللي دا يصير بالعراق؟ أبو مهدي المهندس يقول لا تصدقون أي إن كان، حتى لو رئيس وزراء السلطة الأعلى بالبلد، وعد القدو يرفض، وقيس الخزعلي يرفض، ونواب يقولون هذه تمرد، اللي صار تمرد. زين شلون البلد لوين رايح ولوين تردون تودون بينا بعد؟ شنو اللي دترسموه للعراق؟ اكو لعبة جديدة دترسموها مثل ما رسمتوا لعبتكم ما يسمى تنظيم الدولة؟ لو لا. ابو عمر من السليمانية حياك الله. السلام عليكم استاذ، الله محييك. حياك الله. الله يحييك. هلا بيك. تفضل. أنا بصراحة يعني احنا اذا نتحدث عن سهل نينوى، واحنا اهل السنة والجماعة مروا باعظم من هذا الكثير، صريح العبارة، ترى خمس محافظات دمروها تدمير كامل، ذول ايتام كسرى، هذا اقوله بصريح العبارة ايتام كسرى، لكن اقول لهم ان شاء الله تخسرون كسرى لن يعود قسما عظما. حتى هذا قيصر الروم هذا لهم يوم ما شاء الله مهواية في القياصرة، الأمريكي والروسي والبريطاني والفرنسي والألماني، طيب زين، وجاي طابق وياهم الصيني، هذا لا ما يبقى لهم. ما هذا هم شنو العملية من عدا؟ يقول لك هو جديد يلعب لعبة خبيثة. من هو؟ هذا يسمونه حرامي الدوية، حرامي الدوية يجي يلعب لعبة خبيثة يلتف على قرارات أمريكا وما أمريكا. لا والله لا أنت ولا أجدادك، كذا اللي يلتف عليه من يا ناحية يقول لك أطبقهم 100 جيش، هم نفس العصابة، ما يعرف إنه الجيش ماله طائفي والشرطة طائفية والميليشيا طائفية، كلهم طائفيين طائفيين، كلهم حاقدين حقد كبير على مكون بالعراق اسمه أهل السنة. يعني هذا، لكن المشكلة مو بس بيهم، هم المشكلة مو بس بيهم، المشكلة بالمنافقين أجلكم الله اللي طلعونا القادة وأهل السنة وباعوهم، هذول هم عليهم أثر، عليهم مثل ما يقول كبيرة من الكبائر، هاي دماءها دماء أهل السنة كلها محسوبة عليهم، أموالهم أعراضهم كلها محسوبة عليهم على المنافقين. لا حد يطلع يقول لي ما عندهم لا حول ولا قوة، لكن والله العظيم يا أستاذ عفن، أنت لو تشوف هاي الحشود اللي تجي هزة بالخليج هاي ما جاي اعتباطا، لا والله الذي لا إله إلا هو، اليوم يطلع لي قرار يقول الأمن مقابل الأمن،
روح الشيطان هذا حتكون روح الشيطان، الأمن مقابل الأمن والنفط مقابل النفط. لا والله أجلكم الله يخفع والله يتوسلون هذا بس يريدون يطلعون من عنده. هذول انكشفت جيفتهم السابق، يعني رغم أنه الاحتلال الأمريكي إلى مساوئ عظيمة دمر البلد بزمن بوش وبزمن أوباما، أنا ما أقدر أتهم ترامب يعني 10% جزء له بها تأثير. السياسة تغيرت من الجهود تغيرت السياسة، لكن بيه حسنات عظيمة. هذا الاحتلال بيه حسنات، كشفت جيفة حقيقية جلكم الله في العراق، عرفتنا من هو أصحاب العقائد الدينية اللي جاي والسياسية والحزبية، كلها حقيقتها كشفتهم. زين أقليات قوميات كلها كشفت حقيقتهم، بينت الجيفة مالتهم طلعت. وهذا عبر التاريخ، أنا ما أقول التاريخ يعيد نفسه لا. أبو عمر يعني ما أتوقع أنه واحد يختلف وياك، بس أنه أنت تقول كشفت حقيقتهم، هم من هم أصلا حتى تكشف لنا حقيقتهم؟ هم جوا على ظهر الدبابة الأمريكية، ابن البلد هم جوا على ظهر الدبابة الأمريكية، أما ابن البلد ما إلى يد بهذا الموضوع، ابن البلد رافضهم. ليش أنا ما صرت جندي وياهم؟ ليش أنا ما صرت ميليشياوي؟ ليش أنت ما صرت؟ ليش هيئة علماء المسلمين 16 سنة ما تنافس لحظة واحدة؟ هذا كلام ما أرجوك لا تتحدث فيه صار عفل. أكو ناس شرفاء، أكو ناس أحرار، أكو ناس ما يقبلون، يرفض هذا الكلام يطلع لهم خارج يروح صار عفل. ابن البلد هو راضي، هو مستعد أن يكون أجلكم الله مطيع إلى آخر لحظة حياته ويضحي بحياته. نعم اللي من أجل الفارسي واللي من أجل الأمريكي كلهم تيجي تضحي بحياته، يقول لك أنا عندي دين وذي عنده سياسة وذي عنده حزب، كل واحد حسب ما يريده هو نفسه. شوف شنو اللي متعلم عليه، بس إن شاء الله أيام قريبة قسما عظما هاي ما تبقى لكم، وكسرى لن يعود. جين اسمعوها من عندي، بس عار 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 على كل واحد عربي يقول أنا عربي وهو مطيه للفارسي، عار عليه عار عليه. هاي حمزة، حمزة هذا الحجة مو الحجي، حمزة شسمه الشمر، ما أقول الشمري، حاصل الشمر أن يكون واحد منهم مثل هذا. زين هذا اعترف بنفسه قبل من تقول المرجعية تأخذ خمس بارات والملاهي وصلاة القمار وبيوت الدعارة حتى يصدق يقول المرجعية خطأ. ما اليوم انكشفت، يقول أنا كتاب شكر من المرجعية جايني على هاي الأموال اللي تحصلها من هاي المكانات الخبيثة والقذرة، جاي كتاب شكر. نعم شنو تنطي للمرجعية هاي مالتك؟ يا خمس تنطيهم، خمس الدعارة، خمس صلاة القمار تنطيهم على مدة كتاب شكر يا أستاذ أفل. هذا الموضوع رجل أكمل بيه، يعرفون دولة اللي يقولون المرجعية خط أحمر. لا والله المرجعية خط شايف عشان يسمع. نعم أنا أعتذر منك، أدري بيك عندك كلام كثير لكن عندي متصلين كثار. شكرا شكرا جزيلا لك أبو عمر. أبو علي من بغداد حياك الله يا أبو علي. الله يحييك، السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام أخوي العزيز. أنت جبتها على الحكومة العراقية، عيوني عيني. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أخوي العزيز. عندنا أكو ممثل سوري يسموه له غوار الطوشي. إيه. هذا الممثل يقول أكو عنده تمثيل يسمونها حارة كل من يريده له. نعم. إحنا العراق هسه حارة كل من يريده له. يا دولة يا رئيس وزراء أخي، الفصائل المتفلتة اللي صارت الدولة لها حماية، لا أكو دولة. صارت الحكومة لها حماية، يعني هم أنت منضموهم هسه منضموهم للجيش، هم ميتين علينا. لا غطاء لهم هذا، حتى ما تأذيهم أمريكا، حتى ما كذا. أخي العزيز إحنا ما عندنا غير بس الله، بس الله سبحانه وتعالى يربى علينا. يشوف لا يشوف حالتنا، الناس اللي اندمرت، اللي انكتلت، اللي تعوقت، اللي بلد صار ما يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، وما عدنا غير رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا جزيلا لك أبو علي. قيس الخزعلي طلع بتصريح وهاجم عادل عبد المهدي ورفض قراره
اللي أمر بسحب قطاعات اللواء 30 التابع إلى الحشد اللي يقودها وعد القدو وتسليمها إلى فصيل آخر. يعني اللي قال أنه هم أبناء المنطقة وهم أدرى بها وأولى بالدفاع عنها. السؤال اللي ينطرح حسا على قيس الخزعلي، وينك قبل؟ لعد شو أهالي محافظة صلاح الدين والأنبار لما رفضوا دخول ميليشيات الحشد وقالوا إحنا أبناء المحافظة إحنا أولى بالدفاع عنها، ليش رفضتوا بذاك الوقت؟ ليش بذاك الوقت هذا أمر مرفوض وعد القدو هذا أمر أنت تقوله؟ يعني التناقض بالتصريحات ليش؟ عندنا اتصال؟ أبو عمر من الموصل، حياك الله يا أبو عمر. حيا الله من قال. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ الحلقة معكم على الميليشيات الموجودة حاليا بداخل الموصل. إيه أستاذ، والله مو ميليشيات، إيرانيين والله العظيم، أقسم بالله حكومة كلها إيرانية. نعم. الطرق مسدسدة. شو اسمه أستاذ، يعني أم الحكومة أستاذ بالموصل، ما حد يقدر يفتح حلقه، كلتنا حش السلام أهل الموصل دجاج عند الحكومة هاي هسه حاليا. يعني ما تقدر تحكي وياهم، لا تقدر هذه أستاذ، قبل إرهاب أو داعشي، ما بها أي مجال. يعني أستاذ بشكل أقسم بالله وضعية حيل حيل تعبانة. البوق لا تسأل عليه أستاذ، البوق تلعفر مو باقوها، كلها باقوها، حملوها بسكانيات وباقوها، خمر بيوت كلها، هاي كلها دواعش عندهم، والله العظيم كلها باقوها البيوت. الموصل نفس الشيء أستاذ. زين السادية الميليشيات مالنا هاي التعبانة قيس الخزعلي وما قالت. أبو عمر أنا عندي سؤال، يعني أنت تعرف وعد القدو اللي يقود اللواء 30 التابع للحشد اللي هو يثير المشاكل في الموصل ولقطع الطرق نتيجة رفض قرار عادل عبد المهدي. أنت تعرف أن الخزانة الأمريكية دخلتها من ضمن الأربعة ضمن قرار العقوبات لانتهاك حقوق الإنسان. أكو ناس تقول انه هو لا هو ما انتهك شيء وهذا تبلع عليه، واكو ناس تقول لا هو ياخذ اتاوات، من ضمنهم جوزيف صليوه وسالم الشبك قبل شويه. نريد نعرف تعاملهم ويا الناس شلونه. والله استاذ تعامل تعبان، اقسم بالله انا من الموصل، انا من الموصل منطقه القديمه، بس حاليا منطقتنا تعبانه ويعني ساكن غير منطقه. استاذ والله العظيم حكومه حراميه، والله حكومه تعبانه. هاي المساجين استاذ سجون سريه بقياره، استاذ سجون قيارة. عجلاي الحكومة ما تفكر بهاي العوائل، هاي الاش اسمه، هاي النساء الأستاذ اللي ياخذوها من المخيمات يعتقلوها. والله هذا الرجل داعشي، هذا الأستاذ حكومة تعبانة، يعني ما حد يقدر يحكي وياهم. منيشيات تفوت بكيفة تقتحم وتاخذ. زين الأستاذ الساعة قد صار لها داعش الأستاذ، من راحت نقول داعش. والله العظيم لحد هاي الساعة بحي الانتصار ماخذين ستة أربعة من شغل خضراء، والله هذول مبايعين استاذ. هي هاي بكيفهم، انطينا 20 ورقه لو اسوي داعشي. هاي الحكومه استاذ، حكومه ماكو بالموصل، منيشيات وكلهم ايرانيين اقسم بالله العظيم. وانا يعني هذا الكلام اسال علي امام الله عز وجل، يقول لك داعش قتل، هم قتلوا ازيد من داعش، جثث لحد المنطقه القديمه استاذ. بس نعم. نقول حسبي الله ونعم الوكيل على هاي الحكومه التعبانه، ونشكر قناتكم. شكرا 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 لك ابو عمر. ابو احمد من موصل الحدباء، حياك الله ابو احمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه، تفضل. بس اعطيني مجال. تفضل. اكو اني كنا نشتغل سواق ويا شبك، نشتغل على العقبه. نعم. فجون جاني واحد شبكي قال ودي اخذنا فلوس، رحنا على بيت ورشان الحديدين احترام عشيره الحديدين، قال رحنا عليهم قال انطينا فلوس ودينا فلوس دي سوونا حديدين هاي الشبكة واش بكي دي ودي فلوس ينطي البيت وعشان حتى يسجلهم. بس اريد واحد من الشبك يقول انا عشيرتي فلاشي، ما عنده العشيرة، قراج كاولية جابوهم ايرانيين جابوهم، دحر كنا نشتغل على خط ايران، من عبر الحدود يشدون امام حسن وحسين عباس وما عرف منو يشدون بالبكم ماشياتهم، من عبر على الصفحة يقولون نحن كراد، من يجي على الموصل هم حديدين يا شعيش يا معروف مع احتراماتي لهم عشائر شريفة، هم قرش ما الشبك ايش معنى الشبك؟ يعني مشتركين بالعالم كله، هم ما يعرفون اصلهم منين. فحنين القدو ولا وعد القدو حرامي، حرامي ايش كان عندهم؟ هسه ما كان يعرفوا غير البعرور،
حتى صار عنده فلوس، صار عنده عمارات. قيس الخادع علي برا بس حكومة جبانة. من انت 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 بيان قال يطلع ينسحبون، مفروض ينسحبون. لو دحك حتى طار من الفرق، لو لو مبرد كرسية كان جيش العراقي من بطل جاء عليه. شوف الشبك، لان شيعة كل العراق ما يقدروا يطلعوهم، لان شيعة، لان ايرانيين. اشوفهم بالتلفزيون عشان تصور مال الخميني مال الدجال يطلعوهم مال المنافقين. ها دخل صور مال واحد من عند ايران او مكان. ليش ايش يعملون؟ نحن ايش لنا علاقه بالخميني والخاميني ولا ما اعرف منو؟ ايش لنا علاقه وياهم؟ نحن لنا علاقه بالعراق، نحن عراقيين. ها والله وبالله قلت له حج الشعبي اقوى من خلي وزير الدفاع العراقي يقول انا يقول واحد من حج الشعبي سوي هالشكل. اذا ما يشوف وجهه انا كل شيء ما افتهم. والله رئيس وزراء نفسه اذا قال هذا هادي العامري او ابو مهدي المهندس او هذا وعد قده، اذا قال له سوي هالشكل، اذا نفذ كلامه انا اجي قدام العالم كله خلي يعدموني. لان حكومه جبران. لو ما جبران كان ما حب الليل ديك الساعات ما كنت اشتغل عليهم حتى يصير عبره خد علي وما خد علي هذا عبد الامير عبوده ما اعرف منو. هذول كلهم شباب ايرانيين. يا اخي انتم ايرانيين روحوا على ايران، من خرابيكم بالايران، انتم خربتوا بلدنا. روحوا على ايران، روحوا دافعوا على ايران، روحوا اشتغلوا لايران، روحوا ودوا عرفتم الايران. ما ادري شو بيكم انت ايران تجي على العراق تتامر. انت شوف السؤال، شوف يا شيعه العراق اكو مخدرات تجي كل العالم تبعث مخدرات جت ايران للعراق. ماكو يوميه سيارتين ثلاثه ماسكين مخدرات كلها ايران. عيب استعوا شويه اخجلوا عشان مذهب ما لنا شغله، مذهب على العين وعلى الراس. بس ما هالشكل، ايران يريد ينتقم منكم. نحن اخوان اهل بلد واحد. انتم تجون هذا الايراني جايب حنين قد واحد قد شنو؟ والله ما كان يعرف غير البعرور والله. وشكرا. شكرا لك ابو احمد. خاف اكو بعض الكلمات ما وصلت من اتصال ابو احمد لرداءة الصوت من المصدر، لكن اللي فهمته انه عادي عبد المهدي ما يقدر يقر اي قرار امام الميليشيات وما يقدر يسوي اي شيء. وزير الدفاع اذا صدر قرار واحد ما راح يبقى بمنصبه. واخر كلمه وجه رساله الى الشعب انه ماكو طوائف، ماكو تفرقه بين ابناء الشعب، احنا شعب واحد وهمنا الاول والاخير هو العراق. وهذا هذا هذا المفروض ديدن العراقيين كلهم. وهذا اللي احنا نراهن عليه انه حبه وولاء الى البلد هو اول واخر شيء يبقى. ام عبد الله من بغداد حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام والرحمه والاكرام. تحيه لحضرتك والى قناتكم الشريفه والى كل عراقي شريف. حياك الله. عسكري شريف من الجيش العراقي. استاذ احنا نحكي عن المنظومه العسكريه إن هسه الوقت الحاضر إن العراق كله لا هيبة ولا منظومة عسكرية لها هيبة ولا شرطة ولا كل يعني كل المناصب اللي موجودة في الدولة ما ليها هيبة. ليش؟ لأنه سابقا مثلا أتكلم لك عن والدي كان ضابط دخل كلية عسكرية قام بأنه التدريبات وشغلات وكان اتجاهه للوطن للعراق وللوطن العربي وساهموا في حروب 48 و67 و73 كانت كل همهم هو حماية البلد وحماية الوطن العربي ومشاكلنا العربية خاصة كانت في مشكلة فلسطين. أما اليوم إذا نشوف هي أمريكا عندما ألغت الجيش العراقي أستاذ هي جعلتها بأيدي يعني ناس حفاظ مثل ما يقول حتى قسم منهم ما يعرفون لا القراءة ولا الكتابة. نعم. وبدل الجيش من جيش نظامي إلى جيش ميليشياوي يسيطر عليه الميليشيات. وأعتقد إنه حتى قادة الميليشيات اللي بتذكرون اسمهم الأيماني والمدرس وقزعلي أصلا هذول ما عندهم شهادات ولا عندهم تفكيك بالأسلحة ولا تفكيك بالنظام ولا تفكيك بأي
شيء من اللي يؤدي الى الحفاظ على الامن العراقي. وحتى كان الضابط او الجندي العراقي سابقا كان هم يعني الرحمه على بلده وعلى ابناء بلده والقوه والشراهه والدفاع عن ضد الاعداء بقوه. يعني احنا تبدلنا صار احنا اهل البلد صاروا ضد اهل البلد ويستخدموا كل انواع الشده وانواع القتل وانواع التعذيب، والى حد الان هم الحشد يقومون بعمليه تقصيد اهل السنه والناس الوسطاء ويعذبوهم ويقطعون اوصالهم والى الان في المعسكرات الحشد. زين احنا هذا هاي الدوله هاي اصلا احنا دوله اصبحنا مهزله بالنسبه للعالم ككل. القائد العسكري حتى عندنا قوات عسكريين صحيح زينين لكن ما إلى حق يتكلم ولا يتصرف اي تصرف عسكري. لما يقال انه عادل عبد المهدي انه يريد يرجع هيبه الدوله شخصيه المصحفه اللي موجوده قسم من الحشد واللي تصرفاتهم في الانبار وبيالة وكركوك والموصل وصلاح الدين واللي مات كلهم راحوا هيك يعني هيك ابائر. يعني ليش انكتوا اهل البلد؟ ليش؟ لان امريكا رادتها هيك، ايران رادتها واسرائيل رادتها حتى تثبت اسرائيل. هاي الدرجه الاولى. بالاضافه الى هذا استاذ هسه احنا الحكومه مالتنا والنظام اللي موجود هو قائم على القوه وقائم على الفساد وقائم. هسه دور النساء، هسه دور النساء عندنا بعض النساء دخلوا بالسياسه وقلبوا بعض المعايير وخلال الدلاوي. هسه حاليا هسه اشترت ب 22 مليار ضيعه في الحله وقسم من القسم من النساء الاخرى. بعدين الفساد اللي موجود وعلى صالات القمار وعلى الشعب. نعم نعم. شكرا 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 لك ام عبد الله من بغداد. ابو احمد من الرمادي حياك الله يا ابو احمد. الله يساعدك. السلام عليكم، شلونك؟ يساعدك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخوي. اخوي انت تشرهون على هيك ناس حراميه دجاله، هذول هم دمروا البلد وهم دمروا نهبه واماله ومعامله كليتها ومنشآت العسكرية كلها باقوها ودوها هادي العامر والمالك وربعة باقوها ودوها على إيران. وهسه إيران أمتى كانت تحشي بالنووي وتحشي بالغير كليتها باقوها من العراق ودوها لهم. هذول ناس حرامية دجالة والنوب هذا أقدوا. هذا هو شنو موقفه بالإعراب تاي يسوي هيش عملية وهيش؟ والله وين أكو حكومة وقائد عسكري؟ هذا أصلاً ما له أي مقام بالعسكرية والاحترام له، ما احترمه ولا أقدره وأفلش اللواء ماله كليته وأدمره. بس هذول ناس يستحون ولا يخجلون وجايين اليوم الوفد عليه تايراضونهم يسوون اللي سواه تمرد هذا عسكري على 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 الموصل للحكومة. يا أخي هذول ناس سفهاء ودايشين كانوا بإيران، هسه صاروا ونا لهم قيمة ولهم موقف إعراب بالعراق. نعم شكرا 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 جزيلا لك أبو أحمد. بالنسبة إلى رسائل واتساب، أخي تمرد الحشد وأفعاله الإجرامية بالسرقات وتجارة المخدرات ودور الدعارة وصالات القمار ونهب وأملاك المواطنين، شنو المرجعية؟ يعني سكلة عصابات تهتك بالأعراض وتسرق أموال الشعب والتاجر بالمخدرات، أي دين وأي إسلام بالعراق؟ أين مخافة الله والرسول؟ ألا تستحون من آل البيت؟ وينك يا شعب الوطن مجروح ومبيوع؟ الرسالة الأخرى تقول فعلا أستاذ كلام هذا المعتوه المسمى أبو مهدي المهندس صحيح، لا يوجد سلطة ما يسمى بالحكومة العراقية، بل سلطة الميليشيات هي من تتحكم بالعراق، وعادل عبد المهدي مجرد خراعة خضرة، يعني لا يحل ولا يربط، مجرد ديكور. أبو حاتم من الموصل، السلام عليكم أستاذ أفل، تحية طيبة لك ولكادر القناة والمشاهدين. العراق المظلوم وشعبه على يد الاحتلال البغيض وضع صفحات لهذه الجرثومة المصنوعة لمصدم هذا الشعب. لا يوجد رئيس وزراء ولا يوجد ولا قائد عام ولا قائد عام للقوات المسلحة ولا رئيس جمهورية ولا برلمان ولا حكومة ولا جيش في العراق. لو يوجد جيش له هيبة وحرمة من قبل الشعب ومسنود من قبل الشعب. الجيش قبل 2003 جيش، الآن عصابات تدار من قبل العملاء الإيرانيين بإشراف الاحتلال. ما بني على باطل
فهو باطل. أستاذ نريد منكم تتكلمون عن الاعتقالات والتحقيق اللي دا يصير ويا المتهم وأخذ اعتراف بالقوة وتكون اتفاقية بين ضابط وتحقيق وبين عشيرة شخص مقتول وأخذ فصل بالقوة من أهل المتهم وهذا الفصل يكون شركاء بيه ضابط التحقيق وأهل أي شخص مقتول. أخي العزيز اللي دا زاير رسالة، احنا تكلمنا عن معاناة المعتقلين وتكلمنا عن السجون وتكلمنا عن ما تقوم به إدارات السجون مع المعتقلين في أكثر من حلقة، وإن شاء الله في فرصة أخرى نتكلم عن هذا الموضوع. رسالة أخرى، تحية لك أخي أفل ولصوت حاكم. الشعب العراقي يعاني هذه الأوضاع والظروف الصعبة في ظل تقاسم الأحزاب للكعكة من النهب والسلب والفساد وخراب المدن المدمرة الموصل وغيرها ناهيك عن القتل والجثث التي لا زالت تحت الأنقاض. إلى متى يظل الشعب في الفقر والتهميش؟ الثورة على الأحزاب هي الخلاص من واقع الحال ولإيجاد الوطني لحكم العراق ولإعادة الأمن والأمان في العراق. لا يجب السكوت والصمت. شكرا لك أخي من الإمارات. عندي أبو يعقوب من الموصل، تفضل أبو يعقوب. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخي؟ شلونكم؟ هلا بيك. تحياتي للكادر ولك. حياك الله، تفضل. أقول لك هذول مسوين مظاهرات، هذا الحشد. هاي لو اكو دولة، لو اكو دولة صحيح ترى ما يسدون الطرق وما يسوون ايش مظاهرة وتحججون على الحكومة. يعني شل انفلات الامن هذا، يعني بالكيف هي صايرة بالكيف. نعم. جان بيوت هي متنخلص من هذول الحشود. ما نعرف هي متنخلص. ما الدولة لا تقدر تسيطر عليهم ولا تقدر تحكي معاهم. يعني هسه انا بس قالهم كلام واحد، شدوا الطرق، ممنوع السيارة تعبر. هاي صار يومها من وراء الفلات الأمن. يعني لو دولة صحيحة ودولة كان ما سوي كذول، بس هاي كيف الناس تشتغل بكيف فلات أمني. يعني ما أعرف شلون دولة فلان كارتون. يعني ما أعرف، يعني كنا دولة فلان كارتون عبارة بس تنعفش بالإعلام دولة وبالبعض. نعم. شكرا لك أبو يعقوب. أبو مصطفى من السويد، حياك الله. السلام عليكم أخ رفل. عليك السلام والرحمة والإكرام. تحية لك وتحية القناة الرافدين أخ أفل. يسلمك ربي، تفضل. الله يبارك بك. والله أشوف أخ أفل، يعني قبل 2003 كان عندنا دولة، كان عندنا جيش قوي حامي العراق، حامي حتى للعرب مو بس العراق. حروب 48 67 73 مشهود للعراق والقيادة العراقية معروف. اليوم من 2003 واليوم لحد هذا اليوم أمريكا جابت وين ما قحش أسامة سافل برا من برا. هذا حين يقدم مين؟ هذا ترى بأمريكا عايش، هذا شيعي وكردي شبكي شيعي، يعني هو يميل لإيران ما يميل للعراق. من تسأل يقول لك أنا شيعي، وين تميل يقول لك أميل لإيران ما يميل. يا رب يقول شيعي وأميل للعراق. حتى واحد يقول ما الله ما يخالف، أقول عندنا شيعة وطنيين قوميين يحبون بلدهم. هذا ما يحب بلده، هو عايش بأمريكا جاي فقر مقدي. جابوا الحشد، مين الحشد؟ هو وين ماك واحد سافل حشد سامع وفاقط. والله العظيم يا أخ أفل، أنا أعرف لفت 10 من قائدة الميليشيات ببغداد، والله كانوا حراس مال المراهي، كانوا يشتغلون بدعارة وعدى الحرامية وعدى كانت عليهم شغلات. والله لو مو خناتكم شوية وطنية والعالم تشوفها، لا أقول لك شغلات والله أستحي أقول لك هذول شنو كانوا لموهم. وين ما كسافل وين ما كسرسري اليوم هم يقتلون بالعالم وذي يقولون يقتلون أتوات. أما عادل عبد المهدي فالرجال لا يحل ولا يربط، قاعد بس بالاسم رئيس الوزراء. منو يقدر؟ أبو مهدي المهندس هو يأمره، منو الثاني يأمره؟ القيس الخزعلي. هذول نقدر نحكي وياهم، هذول مرتبطين بإيران حتى مرتبطين بالأمريكان. يعني أبو مهدي المهندس مو يعني هو الرجل، يعني مو بس بالعراق، لا بسوريا باليمن. فهذول مثل قاسم سليمان، هذول مدعومين من الأمريكان. لا عبركت الأمريكان أبو مهدي المهندس. أبو مهدي المهندس الرجل جوكر عند الأمريكان، هو القيس الخزعلي. زين، فنقول الله ينتقم من عدوهم، وإن شاء الله على قول أبو عمر إن شاء الله أيامه قريبة. وأنا أشكرك أخي مرد طيل عليك. شكرا لك أبو مصطفى. طبعا اللواء 30 اللي قدوا وقدوا اللي دي قدوا التمرد حاليا
هو ميليشيا او لواء تابع الى ميليشيات الحشد، تشكل عام 2014 بفتوى السيستاني للجهاد الكفائي، يتزعمها وعد القدو اللي انشمل بالقرارات العقوبه الخزانه الامريكيه قلناها قبل شويه، يسيطر على سهل نينوى منذ استعاده موصل من تنظيم الدوله حتى اليوم. من واسط عندي ابو احمد. ابو احمد وياي؟ اسمعك. الو. عليك السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. ذات فضلك استاذ اسد، عنتري من شداد الى حتازه القبيله يقولون اين انت من شداد، ولا خلصهم من عنده قالوا لي ابن زبيبه. فيا اخي الحشد حين ما احتازتوه ارجع العراق الى واقعه، صحتوا العين ابن شداد، وهسه قمتوا تهينون بالحشد ما يسمى ذولا اللي يلتصون وياك الدواعش. فالحشد هو عراقي وانتاج عراقي ومن العراقي، ليش بعد تحاربون انتم؟ احنا نحاربه؟ والله يا اخوي احنا لا نحارب الحشد ولا نحارب شيء، احنا نحارب الشيء الغلط ونحارب الافعال الغلط. احنا ما نقول انه هذا عراقي او مو عراقي، هو انت تدافع عنه او اللي تقول عنه هم الحشد ما معترفين بسلطه الدوله. احنا نقول وين وين التعاملات العسكريه، وين الاوامر العسكريه، نسال تساؤل. فاحنا ما نحارب احد، احنا نضع الحقائق امش امام الشعب العراقي. اما قضيه انه احنا نحارب، فاحنا ما حاربنا احد ولا وقفنا بوجه احد، احنا وقفنا بوجه الظلم، وقفنا بوجه الاحتلال، وقفنا بوجه اللا قانون، وقفنا بوجه ما يسمى بالعملية السياسية اللي باعت العراق إلى إيران وإلى الأمريكان، هذا اللي وقفنا بوجهه. حلقة اليوم انتهت مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.